النهارده نتكلم عن مشروع مزارين الشاليهات والفلل اللي ورا الابراج على طول. ادي الابراج دي الفلل اللي احنا ممكن نتكلم عنها، شايفينها هي تقريبا مبنيه خلاص بالكامل، وورا هنا الشاليهات برده بتتفنش وفي اجزاء ورا هناك برده خلصانه. وهنا ده بقيه المرحله الفلل وبقيه المرحله الشاليهات هناك. زي ما احنا شايفين هي هتبقى على اللاجون مش باينه من هنا، بس ادي الابراج وده زاجيت اكبر برج واحسن برج موجود في العالمين الجديده، تقريبا دقيقتين من هنا هتبقى في البحر. في 2018 من ساعة ما اعلنوا ان الكيلو 100 تقريبا لحد الكيلو 115 او 20 هتبقى مدينة العالمين الجديدة، والناس كلها مستنية تشوف هتبقى عاملة ازاي. اول طبعا حاجة الناس كلها كانت مستنية وهي الابراج، لانها هتبقى اول ابراج دايركت صف اول على البحر الابيض المتوسط. البحر الابيض طبعا معروف ان الشاطئ بتاعه واحد من احلى الشواطئ اللي في العالم، مش بس في افريقيا او في الشرق الاوسط. طبعا الشرق الاوسط مفيش شاطئ زيه خالص، واوروبا حتى في بعض الشواطئ قليلة قوي هناك اللي موجودة في بعض الجزر اللي شبهه، لكن احنا هنا في مدينة العالمين الجديدة 15 كيلو متر شاطئ رملي والبحر زي ما احنا شايفينه بالدرجة دي. اكتر حاجة كانت بتتسأل لنا دايما هي البرج بكام؟ ده اول سؤال دايما الناس كلها عايزة تشتري في الابراج. بس تاني سؤال دايما الناس كانت بتدور عليه هي الفلل والشاليهات اللي ورا الابراج على طول، اللي هي بتطل على اكبر بحيره ولاجون في مدينه العالمين الجديده، ودي اسمها مزارين، ودي اللي هنتكلم النهارده عليها كل التفاصيل. ليه؟ لان اللاجون دي او البحيره هي دايركت من البحر مش صناعيه، فهي بحيره طبيعيه، فبالتالي انت بتطل على فيو شبيه جدا للبحر وفي نفس الوقت قريب جدا للشاطئ. مدينه العالمين الجديده كمان الخدمات اللي هتكون فيها هتحولها من مدينه ساحليه تشتغل 5 شهور بس من شهر 5 لشهر 10 انها تشتغل طول السنة. ليه؟ لان هيبقى فيها كل الخدمات وكل الحاجة اللي انت محتاجة تخليك تعيش طول السنة. اوريدي دلوقتي الجامعة فتحت، عندنا مباني ادارية للشركة الصينية اكتر من 3 أو 5 مباني ادارية ابراج اتبنت بالكامل، عندنا هيبقى في مدارس، عندنا من اول الاسكان الاجتماعي لحد الاسكان الفاخر والابراج اللي اتكلمنا عليها، عندنا دلوقتي في مول وفي اماكن تجارية كتير قوي هتبتدي ايجارها السنة دي والسنة الجاية، بلس ان الابراج هتشتغل من السنة الجاية بالفنادق بتاعتها، غير ان هناك في دلوقتي حوالي 2 أو 3 فنادق شغالين معظم الوقت، طبعا غير المدينة التراثية والاماكن اللي بتعمل فيها الحفلات والمسابقات اللي موجودة دايما في كل صيف عشان تخليها وجهة سياحية لكل العالم. وبالتالي هي هتتحول في خلال سنتين بالكتير لمدينة تقدر تعيش فيها طول السنة زي بالظبط اسكندرية ومرسى مطروح، بس هي في النص ومعموله ببنيه تحتيه جديده جدا ومتكامله في الاخر تقدر الناس تعيش فيها وتروح منها لكل مكان، سواء في سيدي عبد الرحمن او اسكندريه او مرسى مطروح، وبالتالي كمان يبقى عندك شاطئ من احلى الشواطئ. النهارده الصوره اتغيرت، مش بس اكتملت بنيه المدينه في كل المشروعات تقريبا، لكن الحياة بدأت تدب في العالمين الجديدة اللي بتتحول تدريجياً إلى مقصد سياحي مهم على ساحل البحر المتوسط. الشواطئ الرائعة، الفنادق الكبيرة، الأنشطة الرياضية والفنية المتعددة، وفي مقدمتها مهرجان العالمين اللي أطلق موسمه الثاني بفعاليات كبيرة وباقة من ألمع نجوم الوطن العربي. مزارين هينزل الشاليهات في كذا نوع، من اول غرفة الوان بيدروم ودي اسعارها تقريبا هتبدأ من حوالي 7 مليون، وبتوصل لحد 3 غرف على حسب بجنينة ولا بروف، ودي ممكن توصل لحد 12 او 13 او ممكن توصل ل 15 مليون كمان، تقسيط على 7 سنين. بس الميزة ان معظم المباني دي احنا شفناها وتقدر تتفرج عليها دلوقتي، بحيث انك تقدر تعين المشروع وانت هتستلم في خلال سنة ونص تقريبا متشطبة بالكامل، لكن دلوقتي الهيكل اتعمل والاماكن اللوكيشنز وكمان قدامها حمام سباحة، ودي حاجة كويسة مش موجودة مثلا في حي اللاتيني. الحلو في المرحلة دي كمان ان المباني ارضي ودورين وارضي وتلاتة، يعني بتاخد حاجة مميزة قوي في مدينة العالمين مش موجودة تاني، باقي مدينة العالمين ارضي وخمسة وارضي وسبعة كمان، لكن دي ارضي وتلاتة فمميزة قوي. كمان دلوقتي في بداية الاسعار فانت بتاخد احسن سعر في المكان. بس الاول خلينا نفكر، لو حابب نساعدك في اي حاجه في الساحل نقولك مزايا وعيوب كل مشروع ونختار معاك واحده كويسه، سواء تعمل لها ريسيل بعد كده او حابب تصيف فيها بعد كده، ابعت لنا على الرقم تحت اللي موجود على الواتساب،
هنساعدك ومن غير اي كوميشن. بس في نفس الوقت لو انت حاسس ان انت الاسعار هتبقى عاليه عليك، ممكن تتفرج على الحي اللاتيني اللي موجود دلوقتي واستلامه في خلال شهور، وبتقسطه برضو لحد 7 و8 سنين، وفي حاجات توصل ل10 سنين وتقدر تعين من دلوقتي واسعارها اقل من مزارين، فهيبقى عندك الاختيارين.